يا رب يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض. قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنستعرض في فيديو اليوم موضوع قرحة المعدة الذي يصيب العديد من الأشخاص، وسنوضح أهم أسباب وأعراض قرحة المعدة، وسنوضح أيضا أهم الوصفات الفعالة والمجربة في علاج قرحة المعدة. قرحة المعدة هي عبارة عن تقرح غشاء المعدة وتمزقه، مما ينتج عنه ألم شديد بالمعدة، وينتج عنه أيضا زيادة في إفرازات حمض المعدة. وتنتج القرحة غالبا بسبب تلف الغشاء المخاطي للمعدة. أسباب قرحة المعدة: السبب الرئيسي في ظهور قرحة المعدة هو تلف الغشاء المخاطي للمعدة. أما الأسباب الثانوية التي تؤدي إلى ذلك فهي متعددة، ومن أهمها العدوى التي تصيب المعدة والإفراط في حامض الهيدروكلوريك. وأيضا هناك أسباب جينية متوارثة تسبب قرحة المعدة، وكذلك تناول أدوية مضادة للالتهابات مثل أدوية الكورتيزون والأسبرين وأدوية الروماتيزم. وكذلك تتسبب أمراض ومشاكل المريء في حدوث قرحة المعدة. ومن الأسباب الأخرى عدم خروج الحمض من المعدة، وتناول الأطعمة التي تحتوي على التوابل الحارة، والتدخين، وتناول الكحوليات. وهناك أمراض تؤدي إلى زيادة إنتاج أحماض زائدة في الجسم، وهي جميعا من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور قرحة المعدة. من أعراض قرحة المعدة وجود ألم شديد في الجزء العلوي من البطن، وزيادة نسبة حموضة المعدة، ووجود شعور بالغثيان مع فقدان الشهية وانخفاض الوزن، وتكرار القيء، ووجود دم في البراز، وأنيميا، وفقر دم. ومن الأعراض أيضا الشعور بالألم بشكل أكبر عند تناول الطعام. ومن أخطر الأعراض التي تسببها القرحة هو حدوث ثقب في جدار المعدة. علاج قرحة المعدة بوصفات فعالة. وقبل أن نسرد الوصفات سنقدم وصفة خاصة لقرحة المعدة، وأيضا جرثومة المعدة، وهي مهمة جدا ومجربة، وذكرناها قبل ذلك في فيديو مستقل، وهي بإزابة ملعقة كبيرة من الصمغ العربي الهشاب في كوب ماء، وبعد إزابتها جيدا يتم تناول المشروب قبل الوجبات 3 مرات يوميا، وهو ينهي تماما على مشاكل قرحة المعدة في فترة قصيرة، وينهي أيضا على جرثومة المعدة. الوصفة التالية لعلاج قرحة المعدة، وفيها يؤخذ مقدار نصف كوب قهوة من العسل وكوب حليب ساخن، ويمزجان معا بطحين قشر الموز المجفف، ويؤخذ منه ملعقة صباحا ومساء لمدة شهر. الوصفة الثانية لعلاج قرحة المعدة، وفيها يتم مزج 10 قطرات من زيت الحبة السوداء بفنجان من العسل وملعقة قشر رمان مجفف ومطحون، ويؤكل ذلك يوميا على الريق، يتبعه تناول كوب حليب غير محلى لمدة 2 شهر دون انقطاع. الوصفة الثالثة لعلاج حالات قرحة المعدة، وفيها يتم تناول مغلي البابونج، ثم يستلقي المريض على ظهره لمدة 5 دقائق، ثم على الجانب الأيسر لمدة 5 دقائق أخرى، ثم على الجانب الأيمن 5 دقائق، وأخيرا على الجانب الأيسر 5 دقائق أيضا. وهذه الوصفة التالية لعلاج قروح المعدة والأمعاء، وفيها يتم استخدام مسحوق الحلبة ممزوجا مع الخل بمعدل 3 ملاعق يوميا. الوصفة التالية لعلاج آلام القرحة والصداع واحتقان الرئة، وفيها يتم استخدام لبخات من مسحوق الخردل مع الماء الفاتر، بحيث تصبح على شكل عجينة متماسكة، ثم تفرد فوق قطعة من القماش بسمك 0.5 سم، وتوضع فوق الجلد مباشرة لمدة 1/4 أو 1/2 ساعة. وفي حالات قرحة المعدة توضع فوق أعلى البطن، وفي حالات الصداع توضع فوق مؤخرة الرأس. الوصفة السادسة تستخدم في حالات كثيرة، منها قروح المعدة والأمعاء والنزلات الشعبية والسعال المزمن وعسر التنفس وعسر الطمس والتهابات المثانة أيضا. وفيها يتم شرب مغلي المر بمعدل 2 إلى 3 أكواب يوميا. الوصفة السابعة، وهذه الوصفة تعالج قرحة المعدة وحالات النزيف الداخلي، وفيها تناول المصاب 0.5 كوب من السحلب في اليوم الأول، و3/4 كوب في اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث يتناول المريض كوبا كاملا ثم كوب كل يوم. الوصفة التالية تعالج قرحة المعدة والأمعاء، وفيها يتم استخدام لب نبات الصبار أو خلاصته
ومعدل ملعقة صغيرة يوميا، ولا تستخدم هذه الوصفة مع السيدات الحوامل ومرضى البواسير. الوصفة التالية لعلاج قرحة المعدة والأمعاء، ويتم فيها استخدام منقوع العرقسوس مخلوطا مع مغلي ألبان الذكر ومعدل كوب إلى 3 أكواب يوميا. الوصفة التالية تعالج قرحة المعدة والأمعاء والإمساك وحصوات والتهابات الجهاز البولي، وفيها يتم استخدام مشروب مغلي بذور الكتان ومعدل من 1 إلى 2 كوب يوميا. الوصفة الأخيرة تعالج قرحة المعدة ومرض السكري من النوع الثاني والإمساك والربو، وفيها يتم استخدام حساء الكرنب بمعدل كوب صباحا وآخر مساء. رب يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو العشب الوحيد حتى الآن الذي يعالج الفشل الكلوي والقصور الكلوي وارتفاع نسبة الكرياتينين وحالات أعرفها شخصيا، ويستخدم أيضا للتخسيس وعلاج التهاب كبيبات الكلى وضعف وهشاشة العظام وقرحة المعدة والسكري من النوع الثاني والقولون العصبي وجرثومة المعدة وارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول والتهاب القولون والكبد الدهني والتهاب المعدة والنقرس والإمساك المزمن وأمراض أخرى يمكن علاجها تماما بالصمغ العربي الهشاب.